معانا عبر الهاتف الآن مروان زمامة مهاجم المنتخب المغربي الأسبق. كابتن مروان مشرف ومنور، كل أمنياتنا إن شاء الله للمنتخب المغربي غدا تخطي المنتخب الأسباني، تحياتي ليك. الله يخليك يا كابتن كريم، الله يخليك. متفائل بالمباراة غدا؟ متفائل إن شاء الله. متفائل. المغرب قدمت صورة رائعة جدا في دور المجموعات، تتوقع أن الصورة دي تستكمل في مباراة المنتخب الأسباني؟ ان شاء الله، يعني اثارات قويه من المنتخب المغربي في 3 مباريات، شهدنا يعني استماته كبيره لا دفاعيا ولا هجوميا، فاكيد الان كاين توازن كبير في المنتخب الوطني. كنتمنى ان شاء الله ان التجربه اللي اكتسبوها اللاعبين في المباراه اللي كانت كتصوم، لانهم تحرروا من الضغوطات، الشيء اللي غادي يخليهم ان شاء الله يلعبوا بواحد الارتياح، وان شاء الله لان الان ولينا كنشاهدوا انضباط تكتيكي كبير من جانب المنتخب المغربي، وكذلك التوفر على لائحه اللي كتضم لاعبين كثر اللي بامكانهم اي لاعب يدخل ممكن انه يقدم الاضافه، وهذه هي الشيء الذي يحسب المنتخب المغربي في التظاهره هذه. كنتمنى ان شاء الله اننا غدا ان شاء الله نكونوا في الموعد. ضغط كبير على المنتخب الاسباني لانه ما ظهرش بالوجه المعتاد عليه، وهذا عامل ايجابي للمنتخب المغربي. كنتمنى ان شاء الله اننا نتاهلوا ان شاء الله ونفرحوا الجماهير العربيه والاسبانيه. شايف انه المفروض بكره يجري وليد ركراكي اي تغييرات على تشكيله المنتخب المغربي، ولا شايف التشكيله اللي قدمت مباريات كبيره في دور المجموعات هي اللي تلعب بكره؟ بالفعل اي مدرب لما يقوم بنتائج ايجابيه فدائما كيحافظ على التشكيله المثاليه، اكيد ان وليد ركراكي غادي يحافظ تقريبا على نفس التشكيله باستثناء اذا كان اصابات لبعض اللاعبين، فعلى ما يبدو فجميع اللاعبين في اتم الجاهزيه باستثناء اوناحي اللي ممكن انه يغيب في المباراه الغد، جميع اللاعبين بصحه جيده. كنتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا في اوج العطاء غدا ان شاء الله، يكونوا في نهارهم ويحققوا المستوى ديال الجماهير المغربي. مطلوب من المغرب بكره تلعب مباراه دفاعيه ولا مباراه متوازنه ولا مباراه هجوميه؟ يعني المنتخب المغربي كيتعامل بذكاء، يعني دائما كيترك الكره للخصم، والوقت اللي يقدر انه يهاجم كيهاجم، الوقت اللي لازم يدافع كيدافع، فهذا هو القوه الان ديال المنتخب المغربي، فكيتعامل مع المباراه بذكاء، ما كيتسرعش في بناء الهجمات، كيضرب الخصم في الدقائق الاولى ومن بعد كينطلق الهجوم. فكنتمنى ان شاء الله اننا الطريقه هذه اللي لعبنا بها في 3 مباريات ان شاء الله نلعبوا بها غدا ان شاء الله وننتصر على المنتخب الاسباني. اي اللاعبين تتوقع تألقه بكره بشكل كبير؟ يعني ب4 أو 5 لاعبين بامكانهم يصنعوا الفارق، وكذلك حتى المدافعين يعني بمضاربات ثابته، يعني ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله الكل يكون في المستوى، والمهم ان شاء الله هو الانتصار والتأهل. كابتن مروان زمامه مهاجم المنتخب المغربي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، نتمنى للمنتخب المغربي غدا ان شاء الله مباراه كبيره امام المنتخب الاسباني. زي ما قلت لك المغرب عندها تشكيله رائعه، وفي ميزه عند المغرب هقول لك ايه هي. المغرب عنده يوسف نصيري بيلعب في اشبيليه، ياسين بونو بيلعب في اشبيليه الاسباني، اشرف حكيمي كان موجود في ريال مدريد، عنده لعيبه لعبت دوري اسباني. لو انت شفت تفوق اليابان على المنتخب الالماني، انا بقول لك دي حاجه فرعيه قوي، اليابان تفوقت على المنتخب الالماني عشان عندها عدد كبير من اللعيبه اليابان محترفين في الدوري الالماني، فكره انك تبقى حافظ المنافس بتاعك وحافظ طريقه لعبه على المستوى الفردي او الجماعي، دي ممكن تديك بعض من الافضليه، مش كل الافضليه طبعا. المنتخب المغربي عنده نجوم كبيره، سايس لاعب رائع، ياسين بونو لاعب رائع، اشرف حكيمي لاعب رائع، مزراوي لاعب رائع، يوسف نصيري لاعب رائع، وهيفضل مرابط بالنسبه لي هو افضل لاعب في هذه البطوله بالنسبه لي المغرب، لاعب وسط سفيان مرابط لاعب وسط فيورنتينا الايطالي، عامل بطوله مرعبه. خد بالك سفيان مرابط
الصحافه في العالم تتحدث عنه انه صاحب الرئات الثلاثه، يتحدثون عنه انه هيروح ليفربول الانجليزي بعد الاداء اللي عمله في كاس العالم. طبعا عوده حكيم زياش للمنتخب المغربي اضفت قوه كبيره 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 على تشكيله المنتخب المغربي. يعني بوفال كمان عامل بطوله محترمه جدا. انت بتتكلم في تشكيله تقيله قوي كبيره، يعني ند لند يعني.